اهلا بكم اعزائي مشاهدي بوابه الوقت الاخباريه. معنا الان نموذج من الشباب المكافح حاصل على درجه الماجستير، خريج كليه التربيه النوعيه جامعه بنها قسم الحاسب الالي. هو الان يعمل في تلك المهنه، اصبح من اشهر الشباب في مدينه بنها. نتعرف بحضرتك. محمد عبد القادر صالح. خريج يا محمد اصلا؟ كليه التربيه النوعيه حاسب الالي جامعه بنها. وكملت دراستك؟ كملت دراسات عليا جامعة الجمهورية، دبلومة تخصص صناعية. واشتغلت بعد ال اشتغلت في التدريس وكده، بس يعني مفيش تعيينات. ولجأت للمهنة دي. يعني المهنة عبارة عن ايه اللي انت بتعمله اصلا؟ سلامية، بس اللي هي سلامية اللي هي القديمة، اللي هي الشطرة. تمام. انت محمد طموحاتك ايه اصلا يعني في المرحله ديت ونفسك؟ انا هيك مش لينا مكان ثابت او محل يعني. والله يعني مكان ثابت بس. انا شايف الناس بتحبك يا محمد والشغلانه. يعني بقالك كام سنه في المانو؟ يعني سنتين. ان شاء الله محمد رسالتك توصل للمسؤولين، ونتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمك يا رب، وان شاء الله عشان الناس اللي بتحبك وعشان اسرتك واولادك ان شاء الله يا محمد. كنا معكم من مدينة بنها، ميدان التمثال سعد زغلول، اللي رد تلك التجربة الشبابية الإنسانية. شكرا لمتابعتكم.